في أسئلة كتير قوي بتيجي في دماغنا واحنا بنعتني بشعرنا، يا ترى هل ينفع استخدم او في حاجة اسمها سان بلوك للشعر زي ما في سان بلوك للبشرة؟ طيب امتى اقول ان انا عندي تساقط مرضي في شعري؟ كلنا شعرنا بيقع بس في معدلات طبيعية ومعدلات مش طبيعية، امتى اقلق وابتدي استخدم منتجات لعلاج التساقط؟ في الفيديو ده هنجاوب مع بعض على الأسئلة دي وعلى أسئلة تانية كتير جدا، تابعوا معايا الفيديو. النهارده هتكلم معاكم عن روتين الشعر المفضل بالنسبه لي، بيعالج مشاكل كتير جدا ممكن كلنا نكون بنعاني منها، واجمل حاجه فيه بالنسبه لي ان هو طبيعي بنسبه 100% وكمان منتج مصري. الروتين من شركه تولا هو عباره عن 3 خطوات، تولا شامبو والتولا بديل الزيت وتولا لوسيون لتساقط الشعر. اول خطوه في الروتين هو تولا شامبو اند بودي ووش، اجمل شامبو ممكن تستخدميه فعلا. اولا هو مناسب ليكي ولطفلك كمان، وده لانه طبيعي 100% وخالي من الكيماويات زي السلفيت والسيليكون والبارابنز، كل دي مواد ضاره جدا بالشعر ما ينفعش نستخدمها، خاصه لو انت اوريدي شعرك معالج ببروتين او كراتين وعايزه تعوضي اللي انت عملتيه في شعرك، فتستخدمي شامبو خالي من الكيماويات زي تولا شامبو. كمان لو انت شعرك مسبوخ برده مهم جدا انك تستخدمي شامبو يكون جنتل على الشعر. الشامبو مش بس بينظف الشعر كويس جدا، كمان بيرطب الشعر وبيغذيه وينعمه، بيقضي تماما على الهيشان والتقصف، وده لان في مجموعه زيوت حلوه قوي مفيده جدا للشعر زي زيت الجوجوبا، زيت شجره الشاي، وكمان زيت اللافندر. وزيت اللافندر ده يا جماعه مخلي ريحته تحفه فعلا، تحس ان انت عايزه تاكليه، وبيفضل ثابت في الشعر فتره طويله. نيجي بقى للسؤال اللي قلته لكم في اول الفيديو، هل في حاجه اسمها سان بلوك للشعر زي ما في سان بلوك للبشره؟ في سان بلوك للشعر، وهو تولا بديل الزيت. ليه ده بعتبره سان بلوك للشعر؟ اولا بيغلف الشعرايه وبيحميها وبيغذيها وبيرطبها، فلو انت بتتعرضي للشمس فترات طويله او لو دلوقتي في المصيف بتنزلي البحر او البول هيحمي الشعره بتاعتك لانه بيغلفها زي ما قلتلك، سواء كان من الحراره او من الملوحه اللي في البحر او من الكلور اللي في البول. بديل الزيت ده بقى غني بمجموعه زيوت مفيده جدا للشعر، بتخلي الشعر يتغذى ويطول بسرعه جدا، زي زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الصبار، مجموعه زيوت كلها مفيده جدا جدا للشعر. بنصح بيه لو انتي بتعملي شعرك كتير سشوار وبيبي ليس، كمان ممكن تستخدميه كهيت بروتكتنت او حامي للشعر قبل الحراره، هيفيد معاكي جدا شعرك ويخلي الشعر ما يقصفش قوي من الحراره. كمان لو انتي عامله شعرك كرياتين او بروتين هيعوض كل التغذيه اللي راحت من الشعر، هيغذيه كويس جدا. بنستخدمه ازاي؟ بعد الخطوه الاولانيه اللي هي الشامبو، بعد ما غسلنا شعرنا بندهنه على اطراف الشعر والجذور بس بعيد عن فروه الراس علشان يغذي الشعر ويغلف الشعر ويحميه زي ما كنت بقوله. كمان تولا بديل الزيت كل مكوناته طبيعيه بنسبه 100%، فده بيخليكي تقدري تستخدميه لنفسك ولطفلك من اول عمر 6 شهور. الخطوه الثالثه والاخيره في الروتين بتاع تولا للشعر وهو لوسيون تولا للتساقط. امتى اقول ان انا عندي تساقط في شعري؟ كلنا شعرنا بيقع لان طبيعي الشعرايه ليها دوره حياه وبتتساقط، في معدل طبيعي وفي معدل مش طبيعي نبتدي عنده نستخدم منتجات عشان نعالج التساقط ده. المعدل الطبيعي تقريبا 100 شعرايه في اليوم، ما تقلقيش لو لقيتي ده معدل التساقط بتاعك، اكتر من كده تبتدي تحسي ان في مشكله وتستخدمي منتج للتساقط. تولا حل السحري للتساقط، اول حاجه برضو كل مكوناته طبيعيه ودي اهم حاجه بالنسبه لي في اي منتج بستخدمه، بيعالج مشاكل كتير جدا بتخلي التساقط ده كاثر جانبي من المشكله نفسها، زي مثلا القشره، كلنا عارفين ان القشره بتسبب مع الوقت تساقط في الشعر. لوسيون تولا لعلاج التساقط بيقضي على القشره وبالتالي بيحل مشكله التساقط او الفراغات اللي ممكن تنتج عن القشره دي، وده لانه غني بزيت الخروع. تاني مكون فيه ومهم جدا وفعال جدا هو الكافيين. عارفين احنا لما نشرب كده كوبايه النسكافيه بتصحصحنا وتفوقنا، او الكافيين بيعمل كده في فروه الراس برده، بيخليها تصحصح ويزود الدوره الدمويه فيها. كمان مع المساج الخفيف اللي احنا هنعمله مع البخات بتاعه اللوسيون بيزود الدوره الدمويه، فهيخلي انبات الشعر يبقى اسرع ويملى الفراغات بشكل سريع جدا. كمان اللوسيون غني بزيت الثوم، وده بيوفر كل الفيتامينات اللي ممكن تكون فروه راسك محتاجاها، وكمان مش بس هيسرع انبات الشعر، هيخلي شعرايه الجديده اللي طالعه نفسها قويه وماسكه نفسها فمتتساقطش تاني بعد فتره. طيب هنستخدم ازاي اللوسيون؟ هنستخدمه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. هنرش على فروه الراس بشكل مباشر 8 بخات، وبعدين نعمل مساج خفيف يحبذ لو عملتيه بفرشه خشب، تبتدي تسرحي فروه راسك كده لمده 10 دقائق عشان نتاكد ان المنتج يمتص كويس في فروه الراس. وفي خلال 3 اسابيع هتلاقي مشكله القشره اتحلت تماما، وتقريبا حوالي 3 شهور هتبتدي تلاقي كل الفراغات اللي في شعرك اتملت تماما. كده نبقى خلصنا كل خطوات روتين الشعر ليكي ولاطفالك اللي هيحميكم من كل مشاكل اللي بيتعرض لها الشعر في فصل الصيف.
كمان عايزه اقول لكم ان شركه تولا عامله عروض حلوه قوي على الثلاث منتجات دول بمناسبه فصل الصيف. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن العرض تابعوا صفحتهم، ومستنياكم تجربوا المنتجات وتقولوا لي رايكم.